مشاهدينا الكرام، نرحب بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع سعادة السفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء السيد جيرارد فيرستاين، الذي واكب عن كثب التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن. سعادة السفير، مرحبا بك إلى هذا اللقاء الخاص مجددا. Thank you. It's a pleasure to be here. بدأ الآن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أعماله، هل كان الطريق إلى الوصول إلى هذا المؤتمر سهلا أو صعبا؟ صف لنا من خلال الدور الدولي الذي شاركتم فيه. Well, I think it was complex, and أعتقد أن هذا نجاح كبير، ونرى ذلك بطبيعة الحال بفضل جوهر. أيضا إشكاليات برزت المطاف. الأمر المهم هو وجود الأشخاص 565. عملية الحوار
الجانب الأول أسرة. ليش نحن الألف منا بيساوي واحد منهم؟ هذا الشخص بس يسافر جنسيته الشيعية أو الدرزية الأرثوذكسية أو المارونية هي بتسفره؟ الباحثة والأستاذ
الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء السيد جيرالد فينرستاين. سعادة السفير، أنتم متهمون بأنكم تدخلتم مع أطراف أخرى لتحويل ثورة الشباب في اليمن إلى عملية مصالحة سياسية. وهذا من وجهة نظرنا يشكل نموذجا للمخاوف والمشاكل التي أثيرت ليس في اليمن فحسب بل في جميع أنحاء المنطقة عام 2011. على ما
الدولية وإنفاذ القوانين التي تحول دون عمل بعض المنظمات الإرهابية والمتطرفة مثل القاعدة في اليمن. وكل ما تقدم عليه الولايات المتحدة لا يتم بدون الاتفاق والحصول على قبول